أحبائي أهلا وسهلا فيكم بحلقة ممتعة جميلة أشطة عسل مثل العادة على الطبيعة مع الشيف شادي مثل كل حلقاتنا بعقده بجنن. أوكي أول وصفة لليوم رح تكون الفوزيلي مع الأفوكا بطريقة حلوة سلطة. رح ننتقل بعدين على الكسكس مع يخنة اللحم مع البابريكا يا ماما مش عم بتخيلها. وبعدين بالآخر رح يكون عنا عش البلبل. رح نتعرف على كل وصفة لوحدها. أول شيء عندي الفوزيلي، هالباستا مثل الرسور أوكي كتير حلوة، يعني في عالم بسموها جيبيلي معك 500 جرام رسور، يعني هيدي هي الباستا. طيب كيف بنسلق الباستا؟ مي عم تغلي، هيدي شغلة كتير مهمة، مش كل مين ما سلق باستا سلق. خلينا نكون واضحين، عندي 200 جرام من الباستا، أي نوع باستا، لازم لهم 2 لتر من المي وملعقتين صغار من الملح. الملحات عندي ملعقتين صغار. من بعد ما تغلي المي منحط الملح، لأنه إذا حطينا الملح قبل بصير المي تقيلة وساعتها شو بصير؟ بتطول أكتر المي حتى تغلي. شغلة كتير هينة، حركنا الميات الاثنين لتر مع الملحات دابوا، ننطر شوي عم تغلي المي ويلا ال 200 جرام باستا كلهم سوا حركنا من دون زيت من دون شيء. في عالم بيفتكروا انه اذا حطينا زيت بقلب الباستا معناتها الباستا ما بتلزق على بعضها، وهذا خطأ خطأ خطأ. هي كمية المي اللي ما بتخلي الباستا تلزق على بعضها، يعني الباستا بتكون عم تغلي، المي بتكون كتيرة، بتكون مبسوطة بام 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 بام، أما إذا كانت محشورة، مزمومة، مزروكة، فايتة ببعضها مع شوية مي و200 جرام، شو بصير؟ بتلزق على بعضها. حكينا كتير عن الباستا، رجعت غليت الباستا سكرنا عليها خلاص بكفي، منحرك، منوطي النار. يا سلام، وكل حوالي دقيقة دقيقتين منطلع عليها منحركها، بس نلاقيها الدينتي عم تقرش منصفيها وممنوع المي الباردة، رح نشوف بعد شوي شو رح يعمل الشيف شادي هلأ. سلطة، طيب شو رح نحط فيها؟ حبق، أبوكا، شيري توميتو، توماتسوريز أو البيبي توميتو، أو الطماطم الكرزية، موتساريلا، سماء وخل البلسميك. يلا يا شيف شادي بسرعة عند الآيسبرغ، وفينا نحط روكا محلها مثل ما بدكن. أنا رح نقص هالخسات طريقة حلوة، واو، وهيدا هون هالآيسبرغ كلهم سوا بالطريقة بقلب هالجات الجميل. ومنروح نحن على الموتساريلا طريقة حلوة، كمان عنا الأفوكا. كيف منقشر الأفوكا يا شيف شادي؟ ولا أهين من هيك، طلعوا نمسك هيك الأفوكا هون كلها 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 هيك، نمسكه بإيدينا اثنيناتهم، واحدة على اليمين واحدة على الشمال، طق برمنا طلع عنا واحدة ما فيها بذرة واحدة فيها بذرة. شو هالعجيبة، هي بذرة واحدة ما تطلع بمال واحدة يعني. أوكي نجي عليها بهالطريقة هون، ضربة واحدة نبرمها طلعت عنا، ومنشيلها بهالطريقة 1 2 3. هولا، هيدا عنا صار الأفوكا. كيف منشيل الأفوكا؟ من قلب القشرة، ولا أهين من هيك، طلعوا كيف نبرم بالملعقة كلها 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 كلها، مننزل 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 فناني، لكو شو حلوة. وصار عنا الأفوكا لوحدها والقشرة لوحدها. نعمل التاني، يلا يا شيف شادي نفس الموضوع كمان، يلا يلا برم 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 على مهلنا، نوصل لقدام منفوت كمان نفس الموضوع، القشرة لوحدها والقلب لوحده. يا سلام يا شيف شادي بهالطريقة. نجي منقطع نحن كمان هالأفوكايات ومنخلي، خلينا نستعمل السكين الأكبر، ومنخلي وحده مشان نزين فيها بعدين. صار عندنا الأفوكا
مع الموتزاريلا مع الخس. واو الطريقة هون. خلينا نحطهم هون هيك شو حلو. بنحرك كمان دقيقتين وعم تغلي على مهلا بتعقد. وهلا توماتو سيريز قطعهم من النص بالطريقة. وفي أشخاص ما بيقطعوا التوماتو سيريز، حاطين السيريز مثل ما هي هيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة مزبوط. المشكلة هون وين؟ هي مش مشكلة بيني وبينكم، بس يعني شوي صغيرة. أول شيء إذا بدنا بالشوكة نقدر كمان نكمشها بتصير بتصحط بتروح يمين شمال. اثنين بس نحطها بتمنع وبدنا ناكلها بنلاقي إنه طح بيطلع كل المي، هيك بتمنع. أفضل إنه الميات اللي بقلب البندورة ينخلطوا مع السلطة تطلع أطيب بمليون مرة. وهون يا شيف شادي هلا صار كلها جاهزة، ناقص بس نحط الملح والفلفل والسماء وزيت الزيتون وعنا ورق الحب. أكيد الباستا صارت جاهزة، خلينا نشوفها مع بعض. مثل ما قلت لكم متعقد، شو رح نعمل؟ ليكو ها؟ هيدي الباستا منشيلها بهالطريقة ونحطها بقالب صينية. طلعوا كيف؟ كمان هيك نشيل كل الباستا اللي عنا إياها منحطها بقلب صينية مش تحت المي الباردة مثل ما شايفين، وشوية زيت زيتون عليها ومنحركها شوي ومنتركها تبرد على الطبيعة. يعني هيدي الملعقة وتفضل ها، بس نحركها ليش؟ لأنه الزيت بيروح عليها كلها سوا، ما عاد بيخلي الحبة تلزق بالتانية. وهلا كمان مثل ما شايفين ولا حبة حتى مكسورة. يا سلام. اوكي زيت زيتون سمي خل البلسميك احا ولا اطيب من هيك. وعندنا ايضا يا شيف شادي ورق الحبق، ورقه 2 3 4 6 7 8 9 جريت. هلا بنحرك هالباستا قصدي هالسلطه قبل ما نحط لها الباستا. واكيد السماء بتحسوا هيك طعمته شوي صغير هيك مالحه مرات، يعني مع كمان الباستا اللي هي اوريدي فيها ملح. ويلا يا شيف طلع هيدي الباستا بقلب السلطه ورح تشوفوا جمال هالسلطه. حلوه انا بحب. بريت نجي بنقدم، رح اقدمها هون للسلطه بالطريقه الحلوه. وعدتكم انه نزينها بالافوكا وبالحبق. واو حلوه. بهالطريقه بنكون حضرنا كل شيء، معلومات كثيره من الشيف شادي عم نقدمها، معلومات كثيره من هالفقرات الجميله. انا كثير بشكركم، بشكر كمان المتابعه دائما لكل وصفاتنا ولكل كمان حلقاتنا. وأنا بقول وصفة اليوم جاهزة، وأول طبق لليوم صار جاهز، سلطة الباستا مع الأفوكا. يا سلام بتعقد بتجنن. وهلأ عندي وصفة كتير حلوة، حضروا الورقة والقلم. رح يكون عندي يخنة اللحمة مع البابريكا ومع الكسكس. وصفة
وصفة الكسكس هي وصفة مغربية بامتياز. اليوم الشيف شادي راح يقدمها مع يخنة اللحم الحرة الحمراء البابريكا. بابريكا جاي من فعل بابراكا. بابراكا بابراكا بابريكي بابريكون. مزبوط. طيب اوكي، بطاطا، بصل، بصل، وبعد فلافل حلوة حمراء وصفراء وخضراء، هودي كلهم سوا. طنجرة يا شيف شادي، قوي النار، زيت زيتون، اوكي، وغير هيك منروح على تقطيع البصل والبطاطا وكل الاشياء التانية دغري. بس قبل اللي لازم نعمله هو انه البصل لازم نحطه يا شيف شادي مع الزيت. خلينا هيك نحمره قبل ما نضيف الاشياء التانية. يعني اول شغلة راح اعملها راح نحط البصل، نقطع البصل جوانح عريضة ولا رقيقة ما في مشكلة، بس انه يعني نوعا ما. يلا، وهون البصل الثاني، ومن بعدها دغري على الزيت. واحد، اثنين، ثلاثة، لكان زيت زيتون، بصل، ورق الغار، ثلاث أربع حصوص من التومة. ثلاثة ولا أربعة يا شادي؟ ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. ناخذ كمان حصة اثنين من التوم، بنقطعهم شرائح دائرية بهالطريقة. طلعوا كيف حلوين بعقده. كمان كلهم سوا، وهالشرائح الدائرية من التوم كلهم بنحطهم على البصلات. هيك نحمرهم كلهم سوا مع بعضهم، بنحرك وبنبلش نحضر الباقي. أول شي بتحطه نطفة صغيرة من الفلافلة، هيك بطعمه مع البصل، وبعدين منضيف بالآخر الأشياء الباقية. لكان فلافلة حلوة حمراء وصفراء وخضراء مع البصل مع الثوم، زيت الزيتون، ورق الغار، كلهم سوا. ومننتظر، منضل منحرك هيك حوالي شي 5 دقايق 10 دقايق حتى بلشوا يحمروا شوي قبل ما نضيف عليهم اللحم. ويلا يا شادي، صار وقت لحمة البقر أو لحمة الماعز أو لحمة الغنم مثل ما بدكن، أوكي، مقطعة مكعبات مش كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. يلا هيك، يا سلام يا سلام، منحرك ومننتظر شوي. بس قبل، شو عنده الشيف شادي هون؟ عنده مرقة لحمة. شو معنات مرقة لحمة؟ مي عم تغلي مع اللحمة أو مع العظام، ورق غار، قرفة، زنجبيل، ملح، تغلي لها شي ساعتين ثلاثة، وفينا نحط فيها جزر، بصل مع القشر تبعوله يلي هو لون كمان هالمرقة الحلوة، ومنحط بقلبه هيك كعب صغير من الكرافس أو من الشومر الفنل. طلعوا، عندي كمان هالشومر هالفنل الحلو يلي هو بيعطي طعم كتير حلوة على مرقة اللحم. المرقة جاهزة يا شيف شادي، عندي هالشومرات الحلوين خليهم هون. كمان شغلة، كوسكوس، كلنا منعرف الكوسكوس، والعالم كلها تفتكر انه الكسكس هو نوع من البذور، يعني كيف القمح، كيف تنقول الذرة أو غيرهم. لا، الكسكس هو عجينة تنعمل وبعدين بتصير، أوكي، بهالطريقة مثل البرغل من اللي إيه وما كان. كيف أو شو بدنا نعمل؟ حطينا الكسكس هيك، ناخد شوي من المرقة اللي عم تغلي، بنحط عليها، واحد، اثنين، ومنتركن على جنب. شو يعني؟ الكسكس بدها 3-4 دقايق بالمي اللي عم تغلي منقوعة بتصير مستوية. قبل ما نقدمها منفتفتها بإيدنا، منحطها بقلب الصحن، واليخني عليها من فوق رائعة.
رائعة رائعة. لحمي يا شيف شادي، البصل كله ماشي الحال. هلا رح كفي تقطيع الخضار. روح على البطاطا، قطعنا هيك، قطعناها بالنص يعني مكعبات نوعا ما صغيرة، كمان هيك واحد قطعهم هينين. وين؟ على اليخني. نفس الموضوع الفلافلة الحلوة، بس مثل ما قلنا قبل ما رح نضيفها، يعني رح كمان نقطع فلافلة بس ما رح نضيفهم هلا، منضيفهم بالاخر قبل ما نقدم اليخني. وهلا في كذا شغلة، أهم شغلة فيهم البابريكا. يا سلام، خليكم أنتم هون يا حلوين. ننتقل نحن نحرك عقد، كان شايفين هيك، بدنا ننتظر حوالي العشر دقايق حتى ينقلوا كلهم مع بعضهم قبل ما نضيف معجون الطماطم، مرقة اللحمة، البابريكا، الزعفران والفلافل حلوة بالآخر. بدنا نخليهم يغلوا. وأهم شغلة، عندي شغلة مهمة رح أقلكم عليها بعدين، غير البطاطا تحتوي كمان على نشويات يلي بتجمع الصلصة مع بعضها. احذروا شو هي؟ الطحين. مظبوط، اللحمة صارت عم تنقلها. مظبوط، البصل، واو، وكله سوا هون. طلعوا كيف، واو، الثوم، اللحمة، البصل، الفلافل تغير لونها مع شيء، أنا قصدي الموضوع البطاطا. هلا يا شيف منروح على البابريكا، نكتر بابريكا ورح حط فيها من العصفر. أوه. عقد، وهون منقول شوي صغيرة يا شيف من الطحين، منحرك. شو بيعمل الطحين؟ بيجمع السوائل كلهم، بيجي كمان يعني بيجمع السوائل، يعني بيشرب السوائل الموجودة. واللي بيعمل لي إيه كمان، إنه أنا في زيت بقلب اللحمة وحطيت الطحين صاروا رو، لما بدوف لما بضيف عليهم كمان هالمي المغلية أو المرقة المغلية بيعملوا لي صلصة. غير معجون الطماطم اللي رح ضيفه أنا كمان. ها هذا المعجون هون. ويلا يا شادي، يلا يا شادي، عنا المرقة، واحد، اثنين. هلا ما تعدون انتو، بس خلص تغمروا هاليخني، منكون نحنا وصلنا يلي بدنا اياه. حرك حرك يا شيف. شو ناقصنا؟ قلنا عنا الفلافلة حلوة الحمراء والخضراء والصفراء، بس تشوفوا النار بيستويوا، اوكي ما بدهم كتير وقت. وقلنا الملح، تعقد، رح نجيب الكسكس، رح نحطه من هيدي الميلة. طلعوا كيف بهالطريقة، واو واو يا شادي، بس تعمل هالحركات هيدي. اما فينا كمان نقدم بمقالة طاجن. حط حط، ما تخاف ما تخاف ما تخاف. عنا هالكسكوس كلهم سوا، طلعوا طلعوا كله 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 كله، ناخذهم على اطراف الصحن مثل كانه عم نعمل ثقب كبير، بدنا نحط فيه اليخني. وهلا صار تقديم اليخني، نطفي، والوصفة نوعا ما جاهزة. بلش منشوف كمان هالألوان الحلوة، البصل مع الثوم مع الفلافلة اللي بعدها، شو بدي أخبركم، رائعة بتعقد. حتى ولو ورقة الغار شايفينها، تركوها، القرفة ما بيشلوها من الصحن، بخلوها الثوم مثل ما هو. هذا بالدليل انه نحن عم نشتغل بطريقه حلوه وعم نعطي طعمه للاكل يلي عم نقدمه
لزوارنا. يلا يا شيف شادي هون كمان بطريقة تانية، وأنا عم بسكبها على مهلي مشان تشوفوا هالمنظر الجميل. ويلا يا شيف، واو. وحدة رح نعمل هيك، وحدة تانية رح نحط ورق الغار بقلبها جميل. رح نقدم وحدة بهالطريقة، والتاني رح نحطها هيك، ورح نحط الغطا حدها مشان هيك بس هلا تشوفوها تطلع حلوة. أما بس بدكم تقدموها فينا نقدمها بهالطريقة، يعني نسكرها ونقدمها. الطاجن جاهز، يعني الكسكس مع هاليخني، خلينا نسميه طاجن اللحمة والبابريكا مع الكسكس جاهز، وسلطة كمان الفوزيل مع الأفوكا جاهزة. عش البلبل، عش البلبل، هالشعيرات العصمالية يلي نحنا بحاجة لألن، أو نحنا بحاجة لشعيرات العصمالية حتى نعمل هيدي الوصفة. أنا شو عملت؟ أكيد أنا جايبهم معي بس غلفناهن، لأنه بس يشوفوا الهواء شو بيصيروا بيبسوا بسرعة. طيب شو لازم نعمل؟ أول شغلة لازم نعملها لازم نفتفتهم عن بعضهم، أو لازم هني بيجوا ملزقين شوي، أفرجيكم. لازم هيك نختار هالحبال الحلوين ونحاول إنه نشلشهم عن بعضهم بهالطريقة، شايفين؟ هيدي شغلة كمان لازم تنعمل، وبنجي بنحطهم قدامنا. يا سلام، نعمل كذا وحدة بس تنقدر نلفهم نحنا ونعطيهم الشكل. عندي طريقة رائعة رائعة رائعة. أول شيء خلينا نحط الصينية على النار، لأنه بدي دوب السمنة، رح دوب السمنة بقلبها. وهلا بقلكم كمان ليش وكيف بدنا نشتغل هيدي الوصفة. أوكي، واحد، أو أنا رح استعمل أوكي صينية تانية. لأين الصينية التانية؟ هيدي رح نستعملها نحن بعدين، مش هيدي، لأنه اوطى منا مشان نشوف على هيك على الكاميرا اللي عم تصورنا أو عندكم على التلفزيون تشوفوا شو هي الطريقة المناسبة تنجي نعمل فيها هالعش البلبل. يا شيف شادي هلأ بسرعة، أنا أول شي دابت عندي السمنة، بعد نجي نعمل حوالي، بدنا نعمل حوالي العشرة حلوة هيدي هيك، نحطهم واحد اثنين كمان، نحاول نعمل لحدود العشرة، شو رأيكم؟ يلا أنا عملت لحد هلأ خمسة ورح أرجع أعمل خمسة تانيين، بس كيف يا شيف شادي بدنا نلفهم ونخليهم بقلبهم هيك فاضيين حتى بس حط الحشوة بقلبها، مش صعب كتير. طيب أنا عندي السمنة، هالسمنة نجي بنحطها على عيون، طلعوا كيف، أكيد السمنة مش كتير سخنة، دوبناها بس هي مش سخنة أبدا، طلعوها هيدي السمنة هيك. هون يا شيف نفس الموضوع، بنحط السمنة على كل وحدة بوحدتها، وإذا طلعت كبيرة فينا نقطشها، وإذا قطشنا شقفة منها فينا نرجع نحطها على شقفة تانية. أنا عندي فنجين القهوة يلي مشرب فيهن قهوة، رح حطها بهالطريقة، طلع شايفين؟ ببرم الفنجان، طلعوا شو عم بيصير، نبرم الفنجان عليها، خلوا هيك، نبرم الفنجان وبنعملهن.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طيب خلينا نجيب الصينية هالحلوة السوداء ونحطهم عليها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. اللي رح يصير هلا إنه أنا بدي أحط سمنة عليهم ولازم نتركهم على القليلة ربع ساعة تياخدوا الشكل تبع الفنجان، أو بس شيل الفنجان حتى ما يرجعوا يسكروا على بعضهم. شو بعمل أنا؟ بحط السمنة، وأنتم بتعرفوا السمنة بس ترجع تبرد شو بيصير فيها للسمنة؟ تجمد، سو بيجمدوا معها كلهم سوا. يا سلام. بعد ما كنت أنا نظفت هون عندي الطاولة ورح أعمل شغلي كمان حلوة كتير، هي بدي أجي كسر الجوز. يعني أنا هلأ أحلى ما أجي حطه بالمكنة، عندي هالطريقة بكسر كل الجوز فيها، والجوزات صاروا مفرومين ناعمين نوعا ما. بدنا نعمل الحشوة، بدنا نخلط الجوز مع العسل. ها هيدا الجوز هون مع العسل يا شيف. خلينا ناخد ملعقة كبيرة، وهون الجوزات. واو جوز 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 جوز. وبنجي عنا شوية عسل، ويلي بده إذا ما بده يستعمل العسل فيستعمل قطر، يعني إذا عنده قطر واحد قطر أو شراب السكر كمان نفس الموضوع، أو شراب العسل، العسل والقطر مع بعضه ما في أي مشكلة. طلعوا هون صار عندي إياها هالحشوة جاهزة تتقعد وين؟ بقلب عش البلبل. وعملناهم اليوم هلا عش البلبل شوي صغير كبار، بس فرجينا إنه فينا نعملهم كبار وفينا نعملهم كمان صغار. يلا يا شيف شادي تنحاول نشيلهم من قلب الأكواب. ها هودي بعد حوالي ربع ساعة، أيدي صغيرة أيدي صغيرة. وهلا ناخد منبلش كمان نحشيهم شوي شوي بخلطة الجوز. طلع هاي الخلطة والنص كمان التاني، هلا على الحرارة كلهم بدوبوا. وفينا كمان نستويهم قبل، يعني فينا عش البلبل نستويهم قبل وبعدين نحط بقلبهم الحشوة. انتوا اعملوا اللي بدكم اياه، انا بحبها تقرش من برا وتضل شوي صغيرة من جوا، مش معجنة بس مش مقرقشة، هي تستوي كلها سوا. رح تشوفوا كمان كيف رح يطلعوا بعقدوا. يا سلام يا شيف. يلا عندي اخر هيك حبي هون، وراح نخلي شوي للاخر على النار. انا على النار شو عندي؟ عندي السمنه جاهزه، راح ننزل السمنه انا مدوبه عليهم. طلعوا كيف كتروا ما تعتلوا هم. وهلا بتشوفوا كمان كيف بدهم يسمروا معنا بطريقة حلوة. نتركهم هيك حوالي شي على نار خفيفة شي حوالي 10 دقايق. أنا بيكون معي ملعقتين، منحاول تاكلوا شو حلوين. هيدي نزيحة كمان على جنب، وحيتيني كمان ما تقوي النار عليهم. وفينا كمان نحطهم بالفرن مثل ما بدكم هيك. يلا واو. وهون كمان مثل ما شايفين كأنه عش. طلعوا ها طبعا العصافير هو زيته. طلعوا كيف مستوي من تحت من فوق، مثل ما قلت لكم كمان شوي صغيرة ناي، نخليهم شوي صغيرة إذا بدكم يتحمسوا أكثر. وهون رح خلي بعد عندي حبة، عندي اثنين عندي ثلاثة، هيدي صارت منيحة تعقد هيدا. وراح اجي انا نقدمهم هيك بصحن حلو، حطهم هون اكيد طيبين بس يبردوا. طلعوا كيف هيك بس نشوف العصافير، بنشوف عاملين
عش أو أعشاش بهالطريقة هيك نفس الشكل، فيكن ستوون قد ما بدكن، وأكيد منقدمون مع القطر. وإذا بدي حط شوية هيك جوز زين فيهم الطبق، وبهالطريقة منكون نهينا حلقتنا لليوم يلي بلشناها بسلطة الباستا فوزيلي مع الأفوكا، ونهيناها بأعشاش البلبل مع الجوز والعسل، وبالنص حضرنا الكسكس مع يخنة اللحم.